ويا الروت، لان اريد احسب الجذر التربيعي لا اكس 1 ناقص العفو المعادله مالتكم الحسب هو اللي مطيكم اياها. نعم يعني احل لكم اياها بالماتلاب. يعني اعيد لكم اياها قصدك؟ ستي بالماتلاب يكون اوضح، يا ريت. اي والله يكون اوضح ست اذا اوكي راح دخلتي نفتح بالماتلاب. لكم الماتلاب، راح نفتح لكم الماتلاب. هسه راح اسوي لكم شير، راح نفتح لكم الماتلاب. نفتح لكم الملزمة مالتكم نفسها ونكتب لكم اياها. يقول لي اكتب بالماتلاب حسب اللي عندك الفاكشن اللي باستخدام الفاكشن مالتك الموجودة، انه تحسب لي ديستنس يعني المسافة بين نقطتين، النقطة الأولى هي اكس 1 وواي 1، النقطة الثانية اللي تحتوي لي اكس 2 وواي 2. طبعا هو مطيك المعادلة مسهل لك الأمر، لأن المفروض انه اكو بعض الأحيان ما يعطيك المعادلة باعتبار انت تعرف معادلة الديستنس، هو مطيك اياها معادلة الديستنس تساوي لي تحت الجذر التربيعي اكس تربيع ناقص اكس 1 كلها تربيع زائد واي 2 ناقص واي 1 تربيع. الخطوة الأولى اللي راح أساويها بما إنه ما مطيني النقاط هنا معرفة لها قيم ثابتة، إذا معناتها راح أستخدمها بالماتلاب عن طريق دالة الانبوت، فراح أعرف لي اكس 1 واكس 2 اكس 3 العفو اكس 1 واكس 2 واي 1 واي 2. الخطوة الأولى لازم أفتح برنامج الأنفايل باعتبار أنا عندي معادلة، فراح أستخدم برنامج الأنفايل. أعرف المتغير الأول هو الـ X1، راح أفتح لي الـ X1 أقول له أنبوت دالة الأنبوت، بما إنه دا أكتب بالماتلاب فراح أفتح الأقواس وسنجل كوتيشن أكتب العبارة X1 تساوي لي، بالموبايل ما أخلي بين السنجل كوتيشن أي عبارة بحيث لا يتأثر لي لأن ما تطلع لي الأوتبوت مالتي صحيحة. الخطوة اللي بعدها راح أعرف الـ X2 تساوي لي أيضا بدالة الأنبوت، هنا أنا راح أكتب له بين سنجل كوتيشن أي صدر الـ X2 تساوي لي. نهاية كل سطر قلنا نخلي السيمي كولن لأن بحيث لا تطبع لي العبارة اللي أنا ما أريدها، تطبع لي فقط دالة الـ D اللي هي الديستنس، ما أخذ كل العبارات بحيث أعرف إنه هاي القيمة فقط للـ D. هنا عندي الـ Y1 بعد اللي أحتاجها الـ Y2 أيضا بدالة الانبوت، إذا أخلي سنجل كوتيشن أكتب Y2 تساوي لي. إن هنا أنا عرفت كل المتغيرات اللي عندي. الخطوة اللي بعدها راح أطبع المعادلة مالت الدي، أقول له دي تساوي لي تحت الجذر التربيعي، إذا أستخدم السكوير روت أكتبه بهذه الصيغة اللي هي سكوير روت باختصار الجذر التربيعي. أفتح القوس عد المعادلة مالتي واضحة بالسؤال، هي اكس تربيع ناقص اكس 1 كلها تربيع، فراح هنا أنا أفتح الأقواس أخلي X2 ناقص X1، أغلق القوس أخلي كل تربيع، هاي إشارة البواب، وأخلي رقم 2. انتبه هسه هاي الأقواس غلقت لي المعادلة الأولى، هاي الأقواس مثلت لي X تربيع ناقص X1، لازم أخليهن اثنينهن قوس ثم بعد ذلك اخلي البوار الاثنين، لان اذا ما خليت هذه الاقواس معناتها راح يعتبر الاكس 1 فقط تربيع وليس الاكس 2 ناقص اكس 1 تربيع. بعد ما خلصت الجزء الاول من المعادله راح اخلي اشاره الزائد، ونفس الحاله اسوي للواي تربيع، اخلي الزائد اسوي واي تربيع ناقص واي 1، ايضا اخلي هذني كلهن اشارتين واخلي اشاره التربيع باور 2. اللي هنا أنا غلقت الأقواس، أسوي لي قوس يأخذ لي من بداية الجذر التربيعي إلى نهاية المعادلة، بحيث أسوي إنه أخلي هذا القوس الأخير مالتي هو يمثل لي هذا التربيع مال الجذر التربيعي.
اللي هنا أنا حسبت معادلة الدي، المفروض أطبعها راح أقول له display. إذا أريد القيمة مباشرة أخلي له الدي، إذا أريد أطبع لي كعبارة راح أكتب قبلها هنا display العبارة قبل المعادلة، وأخلي أيضا single quotation. single quotation مالتي راح أقول له مثلا distance أو دي تساوي لي، مهم أنا أعرف إنه هاي المعادلة راح تطلع لي، هي القيمة اللي راح تطلع هي تخص لي عبارة الدستنس. أما الأبسوليوت اللي بعض من عندكم كان كاتب الأبسوليوت، الأبسوليوت إحنا قلنا أي جهة أي معادلة تكون من جهة اليسار ما أخذها بنظر الاعتبار، أخذ فقط المعادلة من جهة اليمين اللي هاي المعادلة مالتي فقط من جهة اليمين. أي معادلة قبل فترة نفذنا البائع على الأربعة قلنا فقط للتشيك، هنا فقط يمثل لك ان الدستنس اللي راح اخذه هو ابسوليوت وليس اخذ بالمعادله مالتي ابسوليوت. فهنا انا ما احتاجه، راح اخذنه بعد ما خلصت المعادله مالتي البرنامج مالتي راح اخذنه ايضا باي مصطلح اريده واسوي له تنفيذ للبرنامج مالتي ران. هنا انا من سويت ران هنا عندي اشكال بالحرف دي اعترض عليها. اوكي هنا انا لان سميت البرنامج بنفس الحرف فلهذا اعترض انه على الحرف راح اسوي له سيف از. اغير البرنامج الانبوت الانبوت بالسطر الرابع ما كامله، لا لا ما له علاقه، هذا مو انبوت هذا اوتبوت ما احتاجه، بس لان اسم البرنامج مالتي حطيته بنفس المتغير فاعترض عندي. هسه هنا انا راح اسوي له كذا حرف بحيث انه يختلف الانبوت مالتي اسم البرنامج عن المتغير هنا. اوكي راح نغلق هذا البرنامج، راح ننفذه على هذا البرنامج. هنا نلاحظ أول خطوة طلب من عندي المفروض اسم البرنامج يختلف عنها، طلب قيمة الـ X1 راح أدخل له مثلا 4، اطلب لي القيمة اللي بعدها هي X2 أدخل له أي قيمة مثلا 3، الـ Y1 الثانية أي قيمة أنا أريدها، يعني كل ما أنفذ البرنامج هنا نعترض على الـ Y2 يقول لي دالة الانبوت عندك خطأ. لو أرجع للبرنامج هنا كان المختصر مالتي ما كملته، راح أكتبها بالصورة الصحيحة وأنفذ أيضا البرنامج من جديد. طبعا يفضل إنه أكتب CLC وكلير بحيث إنه من أنفذ البرنامج مالتي هنا دخلت X1 4 X2 8 Y1 6 Y2 9 راح هو تلقائيا يحسب لي الدي، يطلع لي الدي تساوي لي 5. طبعا يفضل قلنا قبل كل خطوه من البرنامج بحيث ياخذ للخطوات السابقه، اسوي كلير للشاشه واسوي سي ال سي للشاشه وكلير للورك سبيس. لو الاحظ هسه سجل لي قيم الاكس 1 اكس 2 واي 2 1، المفروض ايضا يسجل لي الواي 2. هسه اسوي ران من جديد راح يطلع لي مباشره، مسح لي الورك سبيس، مسح لي الكومند ويندو، السي ال سي هي تمسح لي الكومند ويندو والكلير تمسح لي الورك سبيس. أبدي أنفذ من جديد القيم اللي أريدها، كل مرة راح أدخل قيمة تختلف. هنا أنا راح أدخل قيمة الـ X1 5، الـ X2 8، الـ Y1 مثلا أدخلها 2، الـ Y2 أدخلها 9، راح تحتسب لي الـ Distance 7.6158. كل ما أنفذ راح يتنفذ البرنامج مالتي. واضح طلاب؟ جل عفو ست، هو مو المفروض نعطي عاز Input بعدين نعطي الحروف، يعني الحرف قبل الانبوت، الحرف قبل الانبوت، المتغير اللي اريد ادخله كانبوت اعطيه المتغير يساوي لي داله الانبوت. اما يعني الاوتبوت ما اخليه قبل الانبوت، نعم اكتب المتغير بعدين يساوي لي داله الانبوت، وبين الاقواس مالتي اعطي المتغير فقط يعرض لي على الشاشة. يعني هاي الاكس واي هنا والاكس 2 بالسنجل كوتيشن هي فقط عرض لي اياها بحيث اعرف يا قيمة ادخل. اما الدي هي اوتبوت فما استخدم دالة الانبوت الها، لان مخرجات الاوتبوت مالتي ما احتاج ان استخرج دالة انبوت الها. واضح طلاب؟ اكو احد عنده سؤال على يعني عفوا ستي، يعني نقدر نقول اكس 1 انبوت لو اكس 1 يساوي انبوت لازم؟ لا لازم يساوي X1 يساوي لي انبوت. شلون اكتب X1 مثلا تساوي لي 2؟ ما كان انا ما عندي قيمه ثابته لها فراح اقول يساوي لي انبوت ادخلها بداله الانبوت، اكتب يساوي بحيث القيمه مالتها اخذها. اوكي طلاب بعد من عنده سؤال؟
ست يعني بعد اي معادله قبل اللي يساوي من يعني ما اخذ نظر الاعتبار ما ندخله بصيغه نعم الحل اي جهه من جهه اليسار ما اخذها بنظر الاعتبار، اخذ المعادله فقط من جهه اليمين. شكرا ست واضح. اوكي بعد من عنده طلاب سؤال فيما يخص مختبر اليوم او عنده سؤال فيما يخص الامتحان درجه الامتحان او مختبر اليوم؟ اوكي هنا عندكم الكان باقي لنا يا لواء الهومورك، خلي لاحظوا الطلاب بحيث نوضح لكم اياه. ارجع الشير مالتك لواء. اوكي طلع فيما يخص الهومورك الثاني كان اغلبيه عندكم خطا. الخطوه الاولى سواء كان عندي فرع الاي او السي، اول خطوه انا عندي انبوت اكس وواي، مطلعكم بالسؤال اكس ولا واي، شلون عرفنا اكس 1 وواي 1 واكس 2 واي 2؟ ونفس الحاله راح اعرف قيمه الاكس والواي بداله الانبوت. الخطوه الثانيه هنا عندي سيريز، السيريز راح امثلها بالمتغير الاي اللي هو الفور لوب مالتي مال الاي، يحسب لي من الواحد للعشره. بما انه عندي المقدار تلقائيا راح يصير واحد واحد، ما احتاج اخلي مقدار زياده او نقصان. اما ادخل الاي بداله الانبوت اقول للاي تساوي لي الحد النهائي للعشره، او مباشره انا عندي موجود بالسؤال محدد لي قيمته للعشره، فمباشره استخدم الفور لوب الاي من الواحد الى العشره. الحل يعني يعتبر صحيح اذا مات. نعم؟ لا هذا ما حل بالمات، اشرح لكم اياه لان هذا هوم ورك مالكم، هذا مو تنفيذ عملي، بدي اشرح لكم خطواته فانتبهوا على الخطوات مالته. لواء رجع لنا للسؤال، خلي بدي اشرح لكم اياه، بقي لنا اياه. بعدني الاكس والواي راح ادخل بداله الانبوت مثل ما قبل شوي دخلنا الاكس 1 والواي 1 والواي 2 والاكس 2، هنا راح ادخل فقط اكس بالانبوت والواي بالانبوت. الاي عندي ممكن ادخل نهايه الحد مالت قيمته 10 اقراب داله الانبوت، اقول الان تساوي لي داله انبوت وادخلها، او هو مباشره محدد لي بالسؤال اني راح اوصل للاند مالتي للعشره، فمباشره اقول للفور مالتي للاي من الواحد للعشره. بما ان مقدار الزياده مالتي واحد واحد فما احتاج اسوي انه مقدار زياده، مباشره من الواحد للعشره. الخطوة الثالثة اللي راح احتاجها انا عندي summation، summation مالتي مال السيريز مالتي راح اعرف لازم اكنه متغير اسمي الاس يساوي للصفر، هذا الاس لان راح اجمع عدة خطوات، فراح اقول الاس تساوي لي بالمعادلة الاولى مثلا اكتب الزت الاوتبوت مالتي، الزت يساوي لي ايه، هو راح ابدي بالعداد الان من الواحد للعشرة مو الاس، الاس راح ابديه من الصفر، الاس هو عداد يخزن لي القيمة السابقة، القيمة ما لازم اول شيء ما عندي بيه قيمة، قيمته صفر، من خليت واحد يعني بيه قيمة واحد، مو العداد اللي يحسب لي يعني الاكا مثل الاي، الاي فولو عداد يحسب لي القيمة مثلا اول موقع، الاي راح يحسب لي الموقع، الموقع الاول الثاني مو القيمة بالموقع، انا الاس راح تمثل لي هي قيمة الموقع الاول. فقيمتها الصفر ما بها قيمة، واضح؟ أول قيمة قبل الموقع الأول، القيمة السابقة اللي هي قيمتها الصفر، بالموقع الأول راح أخزن أول قيمة اللي هي راح أقول له S زائد X للآي في Y للآي. طبعا هاي العبارة المعادلة راح أكتبها راح أكتبها مباشرة بعد الفور لوب، من أعرف الفور من الآي تساوي من واحد للعشرة مباشرة راح أكتب المعادلة أقول له S تساوي لي S زائد X للآي في Y للآي. طبعا هنا لازم اكتب اكس للاي وواي للاي، ما اكتب فقط اكس في واي، خطا، لان هنا انا ما راح اخذ القيم مال الاكس والواي للاي كلها، فما راح يحسب لي المعادله صحيحه، لازم اقول له الاكس للاي في واي للاي. بعدين راح اقول له ديسبلاي للزت باعتبار الزت مسويه اوتبوت مالتي. نعم. لا خلي اقواس هاي طبيعيه واخلي من الحرف الاي. اخلي اكس طبيعيه بين قوسين بعدين اقول له في واي بين قوسين اخلي الاي مال الواي. نفس الحاله فيما يخص السي، فيما يخص السي، السي هنا عندي الاكس مرفوعه للباور 3 يعني، والواي مرفوعه يعني تربيع، الواي تربيع والاكس تو ذا باور 3، فراح يصير عندي الزد تساوي لي ايضا اقدر خطوتين اقدر اعزل المعادله الاكس واحد متغير مثلا زد
والواي اخليها بدبليو بعدين اجمع بيناتهم واقدر مباشره احلها ماكو اشكال. اذا اريد احلها مباشره راح اكتب راسا ايضا اخلي عداد واحد فقط الاس يساوي للصفر قبل الفور لوب. هنا راح اكتب ايضا الفور لوب من الواحد للعشره سواء كان للاكس او الواي نفس الفور لوب. المعادله مالتي راح تصير عندي هي الاس تساوي لاس زائدا 4 في افتح الاقواس اخلي لي اكس افتح قوس اخلي لي اي الاكس الاي كلها مرفوعه للباور 3 زائدا 5 في افتح قوس واي افتح قوس اخلي الاي الواي للاي كلها مرفوعه للباور 2 واستخرج النتيجه مالتي اطبعها. واضح طلاب؟ افرق بين الباور وبين الاتريشن مالتي بين العداد وبين الباور. هنا الاكس والواي هي عباره 3 والاثنين هي باور وليس العداد ينتهي مثلا من الواحد ثلاثة او من الواحد اثنين. هنا الاكس للباور والسميشن هو العداد اللي راح احسب به. اي هو اللي هنا ينتهي السؤال. نعم ينتهي السؤال هو فقط خطوه المعادله. بس العفو استاذ ينحل بس بالفور لوب؟ ممكن احلها. هو احنا اي برنامج انا ما طالبته بس اسهل خطوه لك هي للفور لوب. يعني احسن ما تروح مثلا بالدوايل او بالكيس بالسويتش كيس او ما شابه ذاك. هي معادله واحده احلها بالفور لوب راسا اسهل خطوه. يعني انا داحل لكم كاسهل خطوه حاليا. اما اذا ما مخصصه باي برمجه تحلها حله. بس هي كخطوات انه داحل بعض الملاحظات عليها. هذا اكزامبل اصلا المفروض يعني من الطين المفروض الكل ياخذ عليه فول مارك. عندك المعادله هاي الموجوده اللي هي الفوريير سيريز اللي هي هاي المعادله. واضح؟ هاي المعادله مالتك يقول لك راح تستخدم هاي السيريز يعني من الصفر من السالب تي الى الصفر ومن صفر الى تي كرينج. عندك من سالب صفر يعني كانما راح تستخدم المعادله مرتين. المعادله الاولى راح تحسبها من عندك التي مالتك قيمتها من سالب تي الى صفر. المعادله الثانيه راح تحسبها من صفر الى تي. مطيق انه قيمه التي هاي الكلام الهوايه اللي جوا اللي دا تقصد انت تي مفروض هل ندخلها بداله الانبوت ام ندخلها بقيمه موجوده. هو مطيق اياها بالسؤال التي قيمتها واحد. الملاحظه اللي جوا دا يقول لك ان التي مالتك موجوده قيمتها واحد يعني معناته انه راح تدخل من سالب واحد الى صفر. طبعا هو حتى اذا ما مطيك هاي الملاحظه الجوه انت لو تلاحظ الاف تي مطيك اياها سالب واحد بواحد فمعناته انه راح تدخل من سالب واحد الى صفر ومن صفر الى واحد. واضح؟ هاي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه يقول لك الستيب مالتك يبدي لي مالتك هنا السميشن. احنا شلون نسوي الاتريشن؟ قلنا من صفر للعشره. هنا الاتريشن احنا ما عندنا فشي بالماتلاب قلنا دائما الى قيمه انفينيتي. الانفينيتي مالتي دائما يعطيني قيمتها. فهنا بالماتلاب مطيك السؤال انه راح تبدي لك من صفر الى قيمه الخمسه لكن مقدار الاستيب مالتك هي 0.3 يعني مقدار الزياده 0.3 وتحلها معادله طبيعيه مثل ما هسه حلينا. واضح احمد؟ هنا فقط توضيح القيم مالتك هل هي تدخلها عن داله الانبوت ام تدخلها مباشره؟ هذا كل سؤال معادله طبيعيه مثل ما هسه حليت المعادله هاي الموجوده. اوكي طلاب بعد من عند استفسار؟ اي هو انت دائما تركز على المعادله، السؤال سهل ركز على المعادله. اي انت دائما بالسؤال من يعطيكم مهما كان الكلام مهما تركز على المعادله والمعادله تاخذ فقط من جهه اليمين، جهه اليسار ايا كانت المعادله ما اخذها بنظر الاعتبار كانما ما مطيني اياها، كانما يقول لي واي تساوي لي. مهما كانت معادله موجوده من جهه اليسار اركز على جهه اليمين. جهه اليمين اشيك شنو المتغيرات اللي بيها يعني الاحرف اللي بيها المتغيرات انبوت اشيك بالسؤال موجوده قيمتها اخذ القيمه مالتها ما موجوده القيمه مالتها استخدمها بداله الانبوت واكتب المعادله مالتي. واضح؟ مباشره نعم مباشره اخلي القيمه مالتها ما مطين القيمه اخلي داله الانبوت. التي هو مطين الرينج مالتها دي يقول لك من صفر الى الخمسه بمقدار ستيب 0.3 يعني معناته ابدي من صفر الى الخمسه وازيد مقدار 3 مطيك اياها. مطيك اياها بالملاحظه السؤال اللي جوا.
فأعرف منطوق، أعرف المعادلة أشوف شنو بها يعني متغيرات أحتاجها، أشيك من منطوق السؤال أستخرج المتغيرات مالتي وحل معادلة بشكل طبيعي. أوكي طلاب، بعد من عنده سؤال؟ العفو ست إن شاء الله.